نسرين مالك العام لاش تخود ديما مقفزني وصافا انا بغيت نتزوج طلع ليا الدم من الوحده ايوا تزوج لاش تقولها ليا انايا وكنقولها لك انت حيت اختي وينو على اختي يخلي لي اخويا الزويون ايوا سير قولها لبابا ويلا معايا على شكون غيتزوج انا ها ايوا شتي اه عندك الحق واخا صافي انا غادي نمشي نقولها ليه ونجرب على الله الله معاك ولكن واخا يقول لي لا غنمشي انا نخطب ليهم انا قررت صافي يلا هي سير سير يلا واخا وتسنيني وبقى لك هالزواج ويلي باقي ما دار تعقلو وقال لك بغيت زوج لا حول ولا قوه الا بالله وبابا بابا نعم ولدي وبغيت نقول لك شي حاجه ايوا قول اش تسنى بغيت نتزوج اييه الحلال زوين ولكن شكون هاد البنت وبواحد البنت سميتها هند وبنت الناس اويلا لا مسخوط وبنت خالتك ياك موعدينا بالزواج عامين هادي ودابا باغي تشوهني معاهم ياك واش ديك شني ولا وبحالها بحال امها اش بيني وبين انايا شفتي الحاج كيبقاش كيحشم ولا قلت لكم قد تسطلو وبابا واش نحشم وتلصق ليا كفره راه الا عشت مع هاديك غنعيشو في تعاسه كاينه ماشي بحب واطمئنان لا مسكتي على خديجه وقول لي بعدا قادتي على المسؤوليه اه بيان سير قاده المسؤوليه وفين غادي تسكن هاد البنت ونجيك الصراحه الوالد هي كتقول لي انت ساكن في قلبي وانا كنقول لها انت ساكنه في قلبي والله ما عرفنا فين نسكنوا من جبدنا هاد الموضوع اقترح علينا انت فين نسكنوا لا عرفتي اش غيجيك من حولتي هني وراسكم واجيو سكنوا ليا في قلبي اش بان لك بصح واه سمعتي يا ماما فكره زوينه ودابا دخلنا عليك بالله واش هذا قدو قد الزواج اللي جاي دابا قالك باغي يتزوج ومن هانيت نتجمعوا ونونسوا بعضياتنا والله يا ولد الحرام وما مشيتي فحالك تنوريك الزواج منين تيجي الحاج هاك باش تقضي لوح على خديجه ورا برا انا غنوريك اليوم كيفاش تشويني مع بنت خالتك وعلاش ماما تديري ليا هكا اويلي ناري 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 حمزه مشى فيها هذا اللي بغيتي تسلي لا خديجه راه شي كاس الماء سخفتني هاد مسخوط الوالدتي ها هي الاولى هاك تفضل سي الحاج يا بسم الله سخفني كون عرفنا حنا شحال ندمنا على هاد الزواج هذا كون ما عرفتي شنو دار شنو قلتي اه لا قلت لك هذا ما زوين تبارك الله ما عرفتش شنو درتي فيه ما عرفتش الله يلا زوين اه صحابني قلتي شي حاجه يوما نعرف نتوما رجال كلكم وحيده نسرين ها ها اللي قلت لك اش بيكم بشي زواج وصافي بلا ما تزيدي بلا ما تزيدي عليا راه الحب بلا ما تعذبتيش عليه ما كيعطيش نتيجه هو تعذب عليه باش ينجح الحمق صافي دابا بغيت نطلبك اشنو تاني ياك ما تتقلب لي على شي كلخه بحال اللي كليتي انا راه كنعيق بك انت راه مسموم اش من مسموم وراه بغيتك تمشي معايا نخطبو كليتي هاد الكلخه كامله وباغينا نمشيو نخطبو وهي الله وما يكون هي خاطرك يلا شحال جاني خلاتك 200 درهم 200 درهم لا عطيني 300 درهم ناري شحال طماعه راه كلشي كيتمشى بالفلوس راه غنمشي معاك وغنجلس وغنقول لهم خويا زوين تبارك الله واخا صافي صافي نوجد راسي واخا صافي يلا سيري لبسي ولا لا مشي انا بغيت تشوف الصفر باش يعرفوني انا اللي كنبان في يوتيوب يلا انا مشيت نلبس ونوجد راسي يلا سير لبسي واه صوفيت 300 درهم غنمشي نشري بها ميك اب ونقد حجباني وشعري سلام عمي اهلا مرحبا بكم زيدوا تفضلوا شكرا ايوا ولدي درتي عقلك اه درتو مزيان ايوا قول ليا نقول لك عمي فين وصلتي في الخدمه ايشن ايوا دوي الحمد لله راني غادي مزيان هكا نبغيك اجي بغيت نسولك واش عندك شي طوموبيل ايشن اين وما باباك وما عرفتش حمزه ناري ما عرفت مالو اليوم يسرين نعم هذا عرفت مالو تفرجي واخا واخا لا انا عندي موتوريشن ومره مره كنهز بيكالايشن ها حصلتك اش حصلتي دابا انت درتي عقلك والله تا دارو عمي نضو ضركو عليا زلفتكم بجوج ما نبقاش نشوف وجهكم هنا حمزه نعم ورا نسيتي السكر اه عندك الحق لا تيليكوموند ماشي ديالي
اي والبساله هادي وانت بابا اللي بارك عليهم الطوموبيلايش الخدمه ايشن. ايوا بنتي انا راه درت لهم هكا باش نجربهم. ايوا انت تتجرب هو مشى ليا دابا الراجل يلا. وهذا اصلا ما يصلحش ليك اللي جيب لي انا باكيه السكر باغي انت لا بقيتك وغطيري لي هاد العقيله ايشن. صافي صافي بابا يتكلم صافي.